تخيل هذا، في المستقبل غير البعيد ستكون في طريقك لقضاء إجازة في الفضاء، وستكون بحاجة إلى تحضير العناصر التي تستحق أن تأخذها معك. لكن بدلا من التحقق من النشرة الجوية، ستفتح محاكي الجاذبية، لأنك بحاجة إلى معرفة الطريقة التي تتصرف بها العناصر المختلفة على الكواكب. على سبيل المثال، هل عليك أخذ هذه المجرفة معك أم لا؟ ستكون رحلة طويلة وفقا لمسار رحلتك. أنت تخطط لزيارة جميع الكواكب في المجموعة الشمسية وعدد قليل من الأقمار. ونظرا لاختلاف الجاذبية على هذه الأجرام الفضائية، فأنت لست متأكدا من فائدة بعض الأغراض التي ستأخذها معك. لنبدأ من الأساسيات. العلب البلاستيكية. لا أعرف عن مسافري الفضاء الآخرين، لكن نحمل نحن أبناء الأرض العلب البلاستيكية أينما ذهبنا. ومع ذلك، إن كنت ستأخذها إلى عطارد مثلا، فسوف تحلق بعيدا في الغلاف الجوي. هذه العلب البلاستيكية التي تستخدمها لحفظ طعامك خفيفة جدا، وبما أن الجاذبية على عطارد أضعف من الجاذبية على الأرض بمرتين ونصف، ربما يتعين عليك ملء العلب البلاستيكية بالكامل قبل إخراجها من السفينة الفضائية للتنزه في الفضاء. إذا كانت العلبة البلاستيكية وزنها على الأرض 250 جرام، فسيكون وزنها ربع ذلك الوزن على عطارد. والآن إذا وضعنا في العلبة البلاستيكية بعض الموز وجزر وبطيختين، فسيكون من الآمن إخراجها من المركبة الفضائية. ستجد بعض الصعوبة في جعل هذه الأغراض مناسبة للعلبة البلاستيكية ذات الحجم القياسي. لكن مهلا، قبل القيام بذلك يجب أن تكون على علم أن درجة حرارة الغلاف الجوي على عطارد قد تصل إلى 426 درجة مئوية، وبالتالي ستذوب أي علبة بلاستيكية هناك فور ملامستها للهواء، وسيحترق كل الطعام أيضا. يمكنك على الأرجح أن تأخذ وعاء من التيتانيوم، ولن تواجه أي مشكلة، أو اكتفي بتناول طعام رواد الفضاء. والآن هل نتجه إلى الزهرة؟ حسنا أيها الزهرة، إن أخذت الوعاء البلاستيكي ذاته إلى الزهرة فسيتصرف بالطريقة ذاتها التي يفعلها على الأرض. هذا لأنه يعرف بالكوكب الشقيق للأرض. هناك الكثير من السمات المشتركة التي تجمع بين الكوكبين، إذ يملكا مثلا نفس الحجم والكتلة. وعندما يكون الموضوع هو الجاذبية، تكون المعادلة هكذا: كلما زادت الكتلة والكثافة، زادت قوة الجاذبية. جاذبية كوكب الزهرة أضعف من جاذبية الأرض بنسبة 10% تقريبا. لذا نعم، يمكنك ترك سفينتك الفضائية مع العلبة الفارغة أو الممتلئة، والاستمتاع بغداء جميل ورائع على سطح كوكب الزهرة. ومع ذلك سيتعين عليك اكتشاف طريقة لتناول الطعام دون خلع بدلة الفضاء. الغلاف الجوي لكوكب الزهرة مليء بحمض الكبريتيك، والذي قد يؤدي إلى تهيج الأنف والحلق والتسبب بصعوبات في التنفس، أو ما هو أسوأ من ذلك بكثير. والآن ستنسى فكرة أي شيء خفيف جدا عند الذهاب إلى فوبوس. تلميح بسيط، ليست جزيرة يونانية ولا زبادي يونانية، رغم أنه اسم رائع، هو في الواقع أحد أقمار المريخ. هنا حتى سفينتك الفضائية ستكون بحاجة إلى القليل من المساعدة الإضافية للبقاء بالقرب من سطح الأرض، وحتى لو كانت بوزن حافلة مدرسية سيتمكن أي شخص عادي من حملها بيد واحدة. هذا لأنه بالكاد يشعر سكان الأرض على فوبوس بثقل الجاذبية. وكن حذرا للغاية عند القفز، لأن قفزة واحدة قد تجعلك تحلق إلى الفضاء الخارجي. يرجى من ركاب السفينة الفضائية فوياجر إبقاء أذرعهم وأقدامهم داخل المركبة دائما. أنتم تقتربون الآن من كوكب المشتري العملاق الغازي، وفي الغلاف الجوي هناك عاصفة قوية لا تنتهي. عدا عن ذلك لا يوجد سطح صلب هناك، أي أنك لن تستطيع الهبوط على هذا الكوكب. فلو نظرت من النافذة ستشعر بأنك تتحرك داخل سحابة عملاقة. لكن هذا المكان مناسب تماما للقيام بتجربتك. جرب رمي كرة البيسبول التي أحضرتها معك في الهواء إن مللت من كل الرحلات الفضائية، وقم بقياس الوقت الذي تستغرقه الكرة لتضرب السطح. لو حدث هذا على الأرض لسقطت الكرة بسرعة 10,000 متر لكل ثانية، لكن على المشتري ستضرب الكرة نفسها السطح بسرعة أكبر بمرتين ونصف. هذا لأن المشتري أكبر من الأرض بعشر مرات وأثقل منها ب300 مرة تقريبا. والآن لو تحركت إلى الجانب قليلا واتجهت إلى أوروبا أحد أقمار المشتري، فسيكون الوضع مختلفا تماما، لأن رمي كرة البيسبول في الهواء نحو أوروبا يعني أنك لن تراها ثانية، فالجاذبية هناك تكاد تكون معدومة،
وهذا لا يقتصر على كرة البيسبول بل ينطبق على الأشخاص أيضا. من جهة أخرى، إذا قررت الخروج من المركبة الفضائية لاستكشاف مجال جاذبية أوروبا، فلماذا لا تحاول رفع المركبة الفضائية نفسها؟ يمكن لسطح أوروبا أن يرفع بسهولة قرابة 450 كيلوغرام، ويعادل هذا وزن حيوان الموظ، أو يمكنك رفع هرم مكون من 9 أشخاص. الخيار لك، كن حذرا عند الاقتراب من زحل. رغم أن حلقات زحل تبدو ناعمة وصلبة من بعيد، ستلاحظ عن قرب أنها مكونة من قطع الجليد والصخور العائمة في الفضاء، ولن تكون سعيدا أبدا إن اقتربت مركبتك الفضائية من هذا المكان. عدا عن ذلك، لا يوجد سطح صلب لكوكب زحل، مما يجعل الهبوط هناك مستحيلا، عدا عن أن الغلاف الجوي مليء بالأمونيا. خذ بعين الاعتبار أن البيئة غير مناسبة للبشر إطلاقا. يوجد داخل السفينة الفضائية مجموعة من كتب الخيال العلمي تكفي لملء رف كامل، يبلغ وزن هذا الرف 180 كيلومتر. أجل، هناك الكثير من الكتب. تحاول كالأبطال الخارقين رفع شيء يزن أكثر من 90 كيلوغرام، لكن تفشل. لماذا؟ لأن جاذبية زحل شبيهة جدا بتلك الموجودة على الأرض. إن اختلطت عليك الأمور عند الحديث عن الجاذبية، اعلم أنه عند قياس الجاذبية فإننا نتحدث عن القوة التي تسحب فيها الأرض أو جرم فضائي آخر الأشياء نحو مركزها. لذا إن كنت بحاجة إلى بعض المساعدة في تنظيم مجموعة الخيال العلمي تلك بالترتيب الأبجدي، فاطلب من الطاقم الانتقال بالمركبة الفضائية إلى جرم فضائي مجاور بقوة جاذبية أضعف، مثل بلوتو الذي لم يعد كوكبا هذه الأيام. إنه مجرد كوكب قزم وواحد من أبعد الأجرام الفضائية عن الشمس. ستحتاج إلى بدلتين فضائيتين دافئتين لارتدائهما. بلوتو بارد جدا ويملك سطحا صغيرا، إنه أصغر من قمر الأرض، لكنه مكان رائع لاختبار قوتك. إن كان من المستحيل على الأرض أن يرفع الشخص العادي فيلا، ستكون على بلوتو قادرا على رفع فيل صغير بوزن 120 كيلوغرام، أو حتى فيلا بحجم متوسط يصل وزنه إلى 900 كيلوغرام. في طريق عودتك إلى الأرض، تتوقف في أورانوس. يبلغ متوسط درجة حرارة أبرد كوكب في نظامنا الشمسي حوالي سالب 212 درجة مئوية. لذا إن حاولت الخروج من المركبة الفضائية، ستتجمد قبل أن تخرج قدميك. رغم أن الجاذبية على أورانوس تشبه إلى حد كبير الجاذبية الموجودة على الأرض، إلا أن هناك شيئا مختلفا تماما، إنه الوقت. تتحول رحلة التي مدتها أسبوعين على الأرض إلى إجازة لمدة 3 سنوات على أورانوس. عندما تشعر بالإعياء من البقاء في الكواكب الباردة، يمكنك العودة إلى الكواكب الأكثر دفئاً. حسناً، المريخ أكثر دفئاً من أورانوس، لكن متوسط درجة حرارته حوالي سالب 27 درجة مئوية. لدينا على الأرض درجات حرارة منخفضة فقط في القطب الجنوبي خلال فصل الشتاء، لكن عندما تهبط على المريخ، ستشعر بالضوء والقوة في آن واحد. جاذبية المريخ أضعف من جاذبية الأرض بمرتين ونصف تقريبا. بمعنى آخر، قد تتمكن من رفع وزن جسمك دون أن تواجه أي صعوبة. إذن يمكنك ممارسة كل تمارين التوازن التي لطالما حلمت بالقيام بها. لقد وجدت المكان المناسب لتحقيق حلمك.